اسمي دمارس، عمري 27 سنة، والسنة هاي خرجت بكالوريوس دراسات كتاب مقدس. خلال الأربع سنين هدول الكلية ما كانت بس المكان اللي بتعلم فيه، هي كمان كانت المكان اللي أنا عشت فيه، فهي كانت بيتي خلال هدول الأربع سنين. وفي خلال الأربع سنين الحقيقة الكلية ما أعطتني بس نمو فكرة تعليمي دراسة، بل كمان كانت هي المكان اللي قدرت فيه أنمو في شخصيتي، وكمان ساعدتني أكتسب قيم ومبادئ لشخصيتي اللي بالفعل اليوم هي صارت نمط بحياتي. وكمان التأثير هو يعني مش بس تأثير أنا شايفته، حتى الناس اللي حوالي اليوم بتشوف تأثير في شخصيتي، وبصراحة هذا عن جد له فضل للكلية. بشجع الخريجين وأي حدا حقيقة ما بيعرف أو بيعرف عن الكلية إنه يتعلم هون. السبب الأول أكيد هو التعليم نفسه اللي بيفتح مجالات مش بس لدراسة كتاب مقدس من ناحية المفهومة عنا بس إنه كتاب والأسفار المعينة، إنما بتفتح أيضا مجالات كتيرة في مختلف الأشياء، إن كان تربية أطفال، كورسات شبيبة، مقارنة أديان وغيرها من أشياء اللي ممكن تعطيه أيضا كأنه معلومات في أفاق مختلفة. وكمان بشجع حتى إنه يكون في عنده بيت تاني، لأنه كلنا محتاجين هذا المكان العائلة اللي فيه نتعرف على أصدقاء جداد، على أساتذة، على مشرفين، على طاقم جديد اللي كمان هو بيصير فيه دور في حياتنا واللي بيساعدنا حتى ننمو ونطور من شخصيتنا. بعد التخريج في عندي شوية مخططات أولية للأيامات اللي جاي أو للسنة اللي جاي، هي بحقيقة كيف ممكن ألاقي مكان المناسب لتعليمي للماستر اللي فيه أكمل الهدف اللي حطيته قدامي حتى أكون في يوم من الأيام مدرسة في كلية الكتاب المقدس. أنا دمارس، أنا طالبة في الكلية وأنا نور في بلدي.